توجه الصحفي وائل الدحدوح بالشكر إلى مصر مثمنا أي جهود تقوم بها لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن تمنياته بأن تتوقف معاناة الفلسطينيين ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي، وأن تتوج جهودهم بانتهاء العدوان. نقول الحمد لله على كل حال أولا، وإحنا يعني اليوم هذا يعتبر رحلة علاج، وإحنا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيكشف هذه الغمة وتتوقف الحرب، توقف المعاناة، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بعين شعبنا على أنه يحصل على حقوقه بمساعدة الأشقاء في مصر وفي قطر وفي كل العالم العربي والإسلامي، وإن شاء الله نعود إلى رأس عملنا بعد علاج اليد. إحنا يعني بنثمن أي جهد بتقوم في شقيقة مصر، وبطبيعة الحال كمان بقية الدول اللي بيقوموا في نفس بتصب في نفس الاتجاه اللي هو في دعم حقوق شعبنا، هذا شيء أكيد. وكما قلت هو إن شاء الله هذه الجهود كلها تتوج بعودة الحقوق إلى شعبنا الفلسطيني، ويعود تنتهي هذه الحروب وهذه الآلام وهذه الأوجاع.